من وينسر ينضم إلينا عمرو المنيري مراسل الغد. إذن عمرو، كيف بدت بريطانيا اليوم في وداعها للأمير فيليب؟ نعم هبة، حالة من الحزن الشديد وخصوصا خارج أسوار هذه القلعة، قلعة وينزر التي في الخلف. لم يكن أحد يتوقع مدى الشعبية التي كانت لدى الأمير فيليب، والذي كان يطلق عليه حامي الأمة، لأنه كان له دور مهام جدا في كزوج للملكة إليزابيث الثانية التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما وبنجاح وقدرة تحسد عليها، وهي هذه الزيجة ربما هي الأقدم بين الأزواج الملكيين، وأيضا هذه الأسرة التي حكمت أكثر من 500 عام هي الأقدم على مستوى العالم في حكم البلاد. الأمير فيليب وهو سليل عائلة ملكية من اليونان، وكان عمه أمير اليونان قبل الثورة اليونانية، يذكر له أنه كان جنديا في البحرية الملكية يعتد به، أخذ العديد من الأوسمة والنياشين لخدماته المختلفة في البحرية الملكية، كان قائدا لفرقاطة، ثم بعد ذلك في عام 2017 تنحى عن جميع الواجبات الرسمية الملكية والبحرية وما إلى ذلك. الجنازة العسكرية التي كانت بمثابة نموذج وتمثيل للدور العسكري الهام الذي لعبه الأمير فيليب، جميع القطاعات العسكرية شاركت في هذا الحدث، أكثر من 761 فردا من القطاعات العسكرية المختلفة، من السلاح المشاة والسلاح البحرية والحراس والفرسان وما إلى ذلك كانوا ضمن هذا. أيضا المشهد الذي رأيناه وهذه الجنازة، الأمير فيليب بشخصه هو من كتب ووصى بها أن تكون بهذا الشكل، لا تكون هناك نوع من الصخب وتكون هادئة تماما. الاختلاف ربما التعديلات التي حدثت في النهاية هي تعديلات خاصة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومن ثم بدلا من 800 ضيف يحضرون الجنازة فقط كانوا 30 شخصا. الجنازة كانت بدأت وانتهت داخل قلعة وينزر، وهي قلعة كبيرة اليوم مغلقة أمام العامة لعدم السماح لحضور العامة، لكن كانت الترتيبات الخاصة بها ونقل النعش كان خصيصا على السيارة اللاند روفر التي صممها الأمير فيليب هو بشخصه لتكون هي النعش، ومن ثم كان القداس الذي حدث في كنيسة القديس جورج، ومن ثم سيبقى الجثمان داخل هذه الكنيسة وداخل مقابر العائلة الملكية إلى أن تتوفى الملكة إليزابيث الثانية، ومن ثم يتم دفن الجثمانين، جثمان الأمير فيليب وجثمان ما سيحدث لها الملكة إليزابيث الثانية. أشكرك عمرو المنيري مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.